دكتور بدر العيسى، في مدرسة مريم عبد الملك الصالح بالعاصمة ظهر عندهم تنظيفات نهاية العام الدراسي يوم ينظفون، وظهر ما كان في إشراف في هذه المدرسة. هل من المعقول دكتور بدر إنه يعلمون الأولاد والطلبة شلون يحترمون علم الكويت ويقدسونه؟ أن يقومون العاملات اللي ينظفون يقطون أعلام الكويت بالزبالة، هذه ثقافة احترام العلم والتربية؟ مدرسة ما حد أشرف على عمليات التنظيف لهالدرجة، وصور شوخنا تنقط بالزبالة، هذه التربية؟ هذه تربية المدارس؟ هذا الكسل؟ ما مرت مديرة المدرسة، ما مرت المدرسات اللي هناك، المدرسين ما مروا، ما شافوا الجريمة اللي صارت؟ هذا التقرير ما يمر مرور الكرام، المفروض ما يمر من سمو الرئيس ولا الوزراء ويتم المحاسبة. أن ترمى الأعلام الكويت بالزبالة، أنا ما شوف عمري شفت دولة ترمي أعلامها بالزبالة غير عندنا، وشي يغث وشي يرفع الضغط. شوفوا التقرير. طالع على طار الفخر، منطقة العاصمة التعليمية مدرسة مريم عبد الملك الصالح، على طار الفخر شيوخنا، طالع شوف شلون شيوخنا قاطينهم الشارع ويا الإعلام مالتهم. زين هذه مدرسة مريم عبد الملك الصالح بالخالدية قطعة واحد، شوفوا شو مسوين، قاطين أغراضهم مالت آخر السنة، أعلام الكويت، أغراضهم الخاصة، مالت المدرسة، أسامي المدرسات، خرابيط وايد. وين الإدارة التعليمية مالتهم؟ والله ما عندي تعليق، التعليق إذا الحكومة تقدر تحاسب. وزير الصحة،